هاي، أصل رياضة البولينج بيعود لحوالي 3200 سنة قبل الميلاد، والدليل هو اكتشاف أغراض خاصة باللعبة بأحد القبور المصرية القديمة سنة 1930. أما البولينج المعاصر فبيعود لسنة 1840 مع بروز أول مضمار بمدينة نيويورك. أما أول مباريات متلفزة فبدأت سنة 1950. ولطبات البولينج بأوائل 1900 كانت مصنوعة من الخشب، وبال 1906 صارت تتصنع من البلاستيك وبيتراوح وزنها بين 2.75 كيلو و 7.25 كيلو. بتضم اليابان أكبر مضمار بولينج بالعالم مع 116 ممر، بينما لاس فيغاس بتضم تاني أكبر مضمار. مين قال إنه هدية عيد ميلاد الرئيس الأمريكي هاري إس ترومان سنة 1948 كانت بناء ممري بولينج بالجناح الغربي بالبيت الأبيض؟ أنا قال. شوفكم بكره.